أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر، رح نسلط فيها الضوء على عدد من العناوين. بداية، نقابة أطباء الأسنان في بيروت شطبت المتقاعدين من جدولة. بأي حق؟ يعني اليوم النقابات شو عم تعمل لحتى أنه تقوم بهيك أفعال وهي غير قانونية؟ وليش؟ مين المستفيد؟ وشو هي المسببات اللي دعتها تشطب اليوم المتقاعدين من جداولة؟ هل رح يمشوا كل أطباء الأسنان بهالشي؟ رح نسلط الضوء اليوم مع رئيسة المجلس الصحي الاجتماعي بحزب الكتائب الدكتورة إميلي حايك. اليوم كمان رح نحكي عن الأصول الواجب اتباعها لتعيين قاضي تحقيق أول. ضرب القضاء الأصول، هيك عم بيقول ضيفنا العضو المؤسس بمنظمة ريفورم المحامي رفيق غريزي. كمان عنا ملف اليوم عن صناديق التعاضد بلبنان. اليوم الناس عم بتروح تتأمن عندهم لأنه شركات التأمين طبعا أسعارها مرتفعة، واليوم صناديق الضامنة في واقع مذري، ما عم بيلبي حاجات الناس. شو وضع صناديق التعاضد؟ هل هي فعلا يعني عم بتطبق القانون، قانون الروابط؟ شو هي المشاكل اللي عم بتعانيها اليوم؟ ماذا عن الملف لعدد من صناديق التعاضد في اليوم عند المدعي العام المالي؟ هل بت فيها ولا لا؟ غيرها من العناوين اليوم مع ضيوفنا المعنيين، رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان دور، رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضدي الصحي الاجتماعي الأب جورج صقر، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون. بداية إلى نقابة أطباء الأسنان في بيروت، أهلا وسهلا فيك رئيسة المجلس الصحي الاجتماعي بحزب الكتائب الدكتورة إميلي حايك، أهلا وسهلا فيك. مرسي ستنوال، صباح الخير. شو بيصير يعني نقابة طب الأسنان من النقابات العريقة اللي بتحافظ على أطباء وخصوصا المتقاعدين منهم اللي صاروا فوق السن اللي هني بحاجة لإلها، شو عم بيصير؟ هل فعلا شطبتهم من جدولة وكيف؟ نعم، للأسف هيدا يلي عم بيصير، هيدا واقع النقابة اليوم. مثل ما بتعرفي ست نوال، حقوق المتقاعدين هي حقوق مقدسة لا يمس فيها، وأي مس بكرامة طبيب أسنان متقاعد عم بيمسوا بكرامة كل طبيب منتسب إلى النقابة. اليوم يلي عم تعتمده نقابة أطباء أسنان ببيروت بشطب المتقاعدين القديمة، اعتمدت على قرار صدر عن جمعية عامة سنة 2018، واتخذ القرار بوضع سقف للتقاعد بوقتها كان المطروح 7.5 أضعاف. بس يصير الطبيب قبض من التقاعد 7.5 أضعاف يلي دفعهم للنقابة، بيوقف المعيش التقاعدي. ولكن هيدا أمر غير قانوني لأنه ما بيحق إلا جمعية عامة تاخد قرار من هيدا النوع. طب ليش تاخد قبل وما واجهته؟ نحن واجهنا ونحن كنا موجودين واعترضنا. وشو صار يعني؟ كيف صار الاعتراض؟ لنحكي عن أساس الموضوع. صار سنة 2018 على أيام النقيب خير الله، قبل شهرين ما يخلص وقته المانداه تبعه بوقته، يعني مرقوا هيك قبل ما مرقوا يروح. قبل ما يروح فما لحق يطبقوا. النقيب هاللي استلم من بعده، أنا كنت عضو مجلس بوقتها موجودة، اعترض مجلس النقابة على تطبيقه لأنه غير قانوني. اليوم أي سقف بده ينوضع، بدنا نرجع للقانون الأساسي يلي صدر من مجلس النواب، يلي صدر سنة 1983 ونشر بالجريدة الرسمية، ويلي بيحدد شروط التقاعد ومتى بيفقد طبيب الأسنان حقه بالمعيش التقاعدي ومن وضع سقف فيه. طيب بس إلا للنقابة تعدل القانون أبداً بجمعية عامة أم أبداً من خلال مجلس النواب؟ هيدا أمر غير قانوني، بدها ترجع لمجلس النواب. فاضطر النقيب رباز يلي إجا من بعد النقيب خير الله لتطبيقه أنه يبعث رسالة إلى مجلس النواب، وما إجا رد من مجلس النواب، فوقفت وقف الموضوع بوقتها هون. لحديث ما استلم النقيب الحالي وبلش بتطبيقه وتنفيذه من دون وجه حق، وفي شريحة كتير كبيرة من المتقاعدين النقابة عم ترسلهم رسالة
انه ما بقى لكم شيء بالقانون. طب ما بحق لهم بالقانون؟ يعني النقيب الحالي لاطباء الاسنان في بيروت يخالف القانون بشكل واضح وصريح طبعاً. ولا من يحاسب مين طبعاً. لازم يحاسبه اليوم للنقيب في حال مخالفته للقانون؟ يعني مش كمان مجلس النواب طبعا بترجع الى الاساس اكيد للتشريع. اكيد لانه الاساس هو بمجلس النواب نعم. اليوم عم بيخالف قانون أساسي تأسس صندوق التقاعد من شأن المتقاعدين. ما فينا نجي نحرمهم من معيشهم التقاعدي. واليوم عم يدعوا لا لا قانونا ولا إنسانيا لا قانونيا ولا إنسانيا. اليوم عم بيمسوا بكرامة الناس اليوم يلي مطروح يوم الأحد لأنه داعيين لجمعية عامة من بين الطروحات في طروحات تتعلق بالتقاعد كلها طروحات فيها سقوف عم ينزل من 7.5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلى 5 أضعاف وبيطرح على كل المتقاعدين إذا بتحبوا تاخدون على اللبناني 7.5 أضعاف خدوهم من هلأ دفعة واحدة وكأنه عم بيتم شطب كل المتقاعدين. نحن أصبحنا ببازار ما عدنا بنقابة عم تحترم الأطباء وكرامتهم. طب وين الأطباء؟ معلش لأنه الطبيب اليوم هو متقاعد فيما بعد نعم. يعني هو لازم مشروع متقاعد يعني وين الأطباء اليوم من هالطروحات بحق المتقاعدين؟ هل كلهم موافقين؟ هل المعارضين أكثر الموافقين أكثر؟ هل معقولة يمر بدون موافقة الأطباء أو الجسم الطبي بنقابة الأسنان ببيروت؟ المشكلة إنه شريحة كبيرة من الأطباء غايبين عن حقوقهم. غايبين يعني كمان هني مشروع متقاعد يعني معقولة بيبقوا مهتمين بأمورهم المهنية اليومية وعم بيغيبوا عن الأمور الأساسية اللي عم تنطرح ومنشان هيك نحن عم ندوع على الموضوع وعم نعلي الصوت حتى يعرفوا الأطباء وين حقوقهم وينزلوا يصوتوا بهيدا الاتجاه. ولكن المشكلة الأكبر نعم. ست نوال هي المتقاعد بيفقد حقه بالتصويت بالجمعية العامة. من يدافع عن حقوقه؟ ما عنده حق حتى انه يدافع عن حقوقه. الاطباء لازم يدافعوا عن حقوقه. فنحن الاطباء نحن صوتهم لا. نحن رح نكون صوتهم بالجمعيه العامه ونحن هيدا الموضوع ملاحقينه للاخر وما رح نقبل انه ينظلم الاطباء الكبار بالعمر يلي على كتافهم قامت النقابه وازدهرت النقابه لانه هن كانوا يدفعوا اشتراكاتهم. لو ما منهم ما كان في نقابه. ما بيجوز اليوم نقابه تيجي تقول لهم انتم صرتوا برات وخارج نعم. بس مش لازم يكونوا أطباء الأسنان في بيروت هني لوحدهم مفروض مجلس النواب يتحرك هلا طبعا أكيد. لأنه هو القانون سنه بده يدافع عن هالقانون وأي مخالفة للقانون ما بيحق لهم يطعنوا فيه بالطبع نعم يعني ما بيحق لهم يطعنوا فيه للي عم بيصير أكيد. وبعدين حضرة النقيب أنت حضرتك كمان مشروع متقاعد ليش عم تتخلى عن حقوقك؟ مش هيدا سؤال موجه له؟ نعم هذا حق أكيد. بالقانون وحق مكتسب وكان للطبيب يعني على مدى سنوات كان في حجة عم يحكوا يدفع فيها يدفع اشتراكاته يعني مش مقبول كان في حجة عم يحكوا فيها انه بعض المتقاعدين احيلوا الى التقاعد بلا ما يكونوا مستوفيين الشروط انه في عدد معين على ايام نقيب ما ولكن هيدي بيلتقي لها حل مش بنشمل كل تعوا سددوا اشتراكاتكم مش بنشمل كل الاطباء وبنوضعهم بخانة الشطب اليوم هن عم يتصرفوا بطريقة كأنه الجمعية العامة إلا حق تمس بالقوانين الأساسية الصادرة من مجلس النواب وهذا مخالف لكل الأصول وكل الأعراف. نحن رح نتابع هالموضوع لأنه لا يجوز يعني نخلي المتقاعد يتخلى عن حقه وهو حق مكتسب لأنه هو بحاجة لأنه أكثر من الطبيب اللي عم يشتغل اليوم لأنه في طبابة في بدوعيل حاله على كل حال يعني هو المبلغ ما بيكفي أنه يعيش بكرامة كيف أنه يخلوه يتخلى عنه بالكامل. حضرة النقيب نتوجه إليك برسالة اليوم أنه حضرتك مشروع متقاعد فكيف عم تتخلى عن حقوقك وحقوق الأطباء الأسنان اللي دفعوا اشتراكاتهم كل هالسنوات حتى اللي ما دفع مفروض انه يصير في يعني مطالبة انه يسدد الاشتراكات مش يتخلى عن كل حقوق لانه ما سدد اشتراكاته. نحن بنطلب من النقابة تصحيح مسار التقاعد هيدا مطلبنا اليوم عيدوا الأمور لسكتها الصحيحية وإلا نحن متابعين للآخر نعم ونحن معكم و
ست نوال إذا بتسمحي بدنا نطلب من الأطباء اللي رح يتوجهوا يوم الأحد للجمعية العامة أول مرة بتاريخ النقابة، جمعية عامة عادية من دون انتخابات. هيدي يمكن نرجع نضوي عليها بغير وقت، غير قانونية كمان، ويجب تصحيحها. وليش يتنبهوا لحتى يمرروا مشاريع؟ يتنبهوا الأطباء على الموازنات والميزانيات يلي بدها تقطع وهي فيها مغالطات كبيرة، حتى المدقق يلي كلف من قبل النقابة يقرأ الأطباء مزبوط تقريره أبدأ رأي معترض. كيف يطلب من الطبيب التصويت وإعطاء براءة ذمة لمن المدقق يكون معترض؟ نعم، على كل حال صار بدها حلقة أكيد، لأنه أكيد. لا يجوز النقابات اللي هي موجودة للدفاع عن حقوق أعضاء أو المنتسبين لإلها، مش هيك؟ إنه هي تفرط بالحقوق ونقطع السطر. حلقة على الأكيد عن يعني نقابة أطباء الأسنان في بيروت، لأنه لا يجوز لإلها أن تخالف القوانين والأصول المرعية الإجراء. شكرا لإلك اليوم رئيسة المجلس الصحي الاجتماعي في حزب الكتائب الدكتورة أميلي حايك. مرسي ست نوال، مرسي لصوت حلقة. أهلا وسهلا فيك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، فاصل قصير ومنتابع نحن وياكم. هناك المخالفة القانونية بالقضاء. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابعنا نحن وياكم نقطة السطر عبر صوت لبنان لنحكي عن الخطط الضائعة بالتعيينات القضائية، كيف عم يندار المرفق العام للعدالة. بدنا نرحب بضيفنا العضو المؤسس بمنظمة ريفورم، المحامي رفيق غريزي. وين هالخطة رفيق؟ شو القصة أستاذ؟ وليش ضايعة؟ شو عم بيصير بالقضاء؟ ليه متحمس لهالموضوع اللي رح نحكي عنه، يعني عن الأصول الواجب اتباعها لحتى تعيين قاضي تحقيق أول، مش هيك؟ ليش حكيت عن الخطة الضائعة بالتعيينات القضائية وكيف يدار المرفق العام؟ شو عم بيصير بالتعيينات القضائية اليوم؟ يسعد صباحك أول شيء وصباح المستمعين. يعني بالوقت اللي عم نحضر على نشرة الأخبار، معارك عم بتصير بجنوب وبغزة للدفاع عن الأوطان، في معركة بالداخل بالتوازي هي معركة الدفاع عن الدولة والدفاع عن القضاء بالدولة. القضاء اللي نحن منشوفه اللي هو الدعامة الأساسية لقيام الدولة بلبنان، ولكن ما في أوطان من دون عدالة، وكيف القضاء بده يعدل مع المتقاضين إذا ما قادر يعدل مع نفسه؟ أنا اليوم كمحامي وكناشط ما بيقدر يمرق هذا الخبر مرور الكرام، وما بيقدر يمرق هذا الخبر. أي خبر عم نحكي عنه؟ عم نحكي على طريقة تعيين القاضي بلال حلاوي من بعد ما تم إحالة القاضي شرب أبو سمرة إلى التقاعد. في مخالفة قانونية؟ طبعا واضحة جدا للمادة 36 عدلة. ليش رفيق غريزي المحامي بده علي صوته؟ كلهم ساكتين، ما حدا حكي بالموضوع. بالآخر نحن منظمة حقوقية عم نشتغل مع النواب، عم نشتغل بالشأن العام، لنحاول بما يتيسر لنا من قدرات أنه نحن نقوم بواجباتنا بهذا الموضوع. طب وين واجباتكم بالمرفق؟ شو عملتوا؟ يعني نحن لحظة، ما في بالقضاء كان في كتير يعني مسيرة فيها، يعني شوائب عديدة عندي وثغرات عديدة. في لو كنا القضاء بألف خير كان لبنان بألف خير. هذا نحن عم نحكي في قضاة يشهد لإلهم، بس أنه في قضاة بيندروا بتليفون. هذا عم حكيت عن موضوع المرفق على أكثر من المقال والدراسة اللي حكيناها عن المخالفة الجسيمة اللي ارتكبها القاضي غسان عويدات. نعم. ما بيتعلى صوت أكثر من هيك. طيب اليوم هيدي هي معركة الأم بالبلد. نعم. معركة استقلالية السلطة القضائية. ليه أهمية موقع قاضي التحقيق الأول؟ ليش عليت الصوت؟ تفضل. موقع قاضي التحقيق الأول، قاضي التحقيق الأول هو بالآخر بيجي لعنده الملفات من النيابة العامة وهو بيوزعها على قضاة التحقيق التانيين. هيدا بكل بساطة، أو بيخفي عنده ملفات أو بيوزعها، يعني هيدا مش يا بيستلم هو الملف ليديره بالطريقة اللي بده إياها، يا الملف الأقل أهمية بحيلة للقضاة اللي بده، يعني اللي ما بده يكونوا هني يكونوا شهمين ويكونوا موضوعيين، أو بده الملفات اللي لها أهمية كبيرة بحيلة للقضاة اللي هو بده إياهم. طيب مين المستحق قانونا حتى يتبوأ منصب قاضي تحقيق الأول؟ بحسب القاضي مراد أم القاضي من آل حلاوي؟ القاضي مراد بطبيعة الحال، لأنه القاضي حلاوي
يعني ما عندي شيء ضده، في معرفة مهنية معه بس ما في معرفة شخصية، وبالتالي ما في أي معيار شخصي للسبب اللي عم بتقدم فيه للانتقاد الحاضر. ولكن لما قبل ما يتعين القاضي حلاوي كان تم تكليف قاضي آخر، واعترض القاضي بلال حلاوي على الموضوع، كان من جملة المعترضين، ووقع على استعداد على استدعاء للرئيس الأول الاستئنافي. لا ولكن وطالب بموجب هذا الاستدعاء انه بده القاضي الاعلى رتبة والاعلى درجة انه هو يتبوأ موقع طيب مين القاضي الرحيل المسؤول؟ الأول. نحن عمين عم نتوجه، مين اللي عم بيخرق القوانين؟ مين اللي يعني عم بيحرق الأصول طبعا الرئيس القانونية في الأول القضاء الاستئنافي، اللبناني؟ نعم الرئيس الأول الاستئنافي هو أول من خرق القانون، وبدنا نسأل وين وزير العدل بهذا الموضوع، وين مجلس القضاء الأعلى بهذا الموضوع. يعني في غموض كتير كبير عم بيصير بهذا الملف، على الرغم من تعلية الصوت فيه، على الرغم من في شكوى بالتفتيش القضائي فيه، وعلى ما أظن راح يكون في طعن قدام مجلس الشورى الدولي. من قبلكم انتم وحيدين عم تتحركوا؟ في لا، كتير جمعيات عم هذا التحرك عم بيتم من القاضي المعني نفسه اللي هو القاضي مراد، ولكن نحن على صعيد منظمة بالتعاون مع الدكتورة حليمة قعقور رح توجه مساءلة لوزير العدل بهذا الخصوص، خلينا لأنه ناخذ. قال نعم تفضل. ونمي إلينا أنه صار في خلوة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى وبين وزير العدل وبين رئيس الأول الاستئنافي، وعلى أساسها وزير العدل على علم بهالموضوع، ليه ما حولوا على التفتيش؟ ليه ما حول القاضي بلال حلاوي على التفتيش؟ وين الموقف شو بدكم تقولوا للمتقاضين؟ ومعظمكم بعلم بالجامعات، شو بدكم تقولوا لطلابكم انتم عم تعلموا بالجامعات؟ الفساد مدام نوال ما له علاقة بس بالرشاوة، في فساد من نوع أهم وأخطر، هو إلقاء القبض على القضاء، هذا الفساد. واللي عم بيفسد بالبلد هو عدو الداخل، هو أخطر من إسرائيل، بس عنا نادي وهو القضاء أخطر نشأ لحتى وهو يحكي ويعلي وهو الصوت. هل علّى الصوت بهالموضوع؟ طبعا يعني بعتقد على ما أظن صدر بيان عنهم. نعم طب تكفي البيانات اليوم، ما هن موجودين. يعني أكبر دليل، ما هذا النهج هو استمرار للي عم يتعرض له نادي القضاة وإحالته للتفتيش. طيب وزير العدل بس قادر يحول رئيس نادي القضاة على التفتيش، ما قادر يحول مخالفة جسيمة من هالنوع على التفتيش بس لأنه طلع حكي رئيس نادي القضاة على الإعلام. هذا هو المخالفة الوحيد اللي عم بيشوفها وزير العدل؟ نعم. طيب اليوم القاضي المتقاعد غسان رباح، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. يعني هل يجوز للقضاء اليوم أنه يخالف الأصول الواجب اعتمادها لتعيين قاضي تحقيق أول عند شغور منصب بسبب الحالة إلى التقاعد؟ ست نوال بس حكيتيني حقيقة رجعت، وأنا يعني صار لي تقريبا قريب 10 سنين متقاعد، ما إجيني هيك قضايا قبل، حتى يعني خلال خدمتي 40 سنة اللي قضيتها بالقضاء ما انعرض علينا قصص مثل هالناحية هاي. ما كان يصير مثل هلأ يعني قصدك كمان؟ نعم، ما كان يصير مثل ما هلأ هل لا 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 كان هالمخالفات القانونية. نعم لا 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 كانت ظروفنا غير الظروف، وكان الشغل غير شغل، بتعرفي ما قبل الحرب ما هو غير ما بعد الحرب، وهيدي القصص اللي عم نسمعها كتير صعب انه واحد يتقبلها. مثلي انا يعني نحن عاشرنا القضاء وقت عزه، وقت كان بفخر لبنان كان القضاء اللبناني، لذلك بدي اقول شغلي الحقيقه. اليوم نحن في عنا بلوكين، مش مشكل واحد، في مشكلين. في مشكله بتتعلق بالتفتيش، هو السؤال، وانا هولي كل الشباب اللي انحكى عنهم واللي كان عم يحكيكي هن من طلابي، يعني خلال انا كمان تعليمي بوقت لما كنت قاضي. فالحقيقه الاول بلوك هو قصه التفتيش، هو عم بيقول انه روح على التفتيش. تفتيش بتعرف شو بيكون جوابه؟ بيكون بلا جواب، لانه عده امرار كانت تنحال قصص شكاوى من هالنوع للتفتيش ويقول انا ما بجاوب، يعني لا سلبا ولا ايجابا، وهيك في نص على هالشيء. ملاحظه هذه الناحيه، يعني تشريعا كمان في نقص من هالناحيه، يعني وقالوا بدي يعيد النظر بهالنص، وبعد ما انعاد النظر يعني بيجي واحد بيدعي حتى لو على قاضي او غير قاضي، بيجي بيقول له ما عندي جواب لك. هيدا اول بلوك. بلوك الثاني هو انه الرئيس الاول طبعا ما عنده ناحيه
كيف بدي اقول لك انه هو والله حر انه ينتقي اللي بده، لا مش هو مش حر، لانه النص كمان بيقول انه لازم يكون في مواصفات معينه. فتجاه البلوكين هول انا يعني اذا كان بدك وجهه نظري العلميه والعمليه هي انه حدث رئيس مجلس القضاء، وانا بعرف قديش هو عنده هالامكانيه انه يقدر يدعي مجلس القضاء للاجتماع حول هالموضوع بالذات، وينوجد الرئيس الاول وينوجد الشخص اللي هو عم يدعي اللي هو الرئيس فؤاد واللي اشتغل معي كمحامي عام بالنبطيه لما كنت انا مدعي عام كثير جيد. هلا بدنا نشوف شو هي الامكانيه انه نخرج من هالورطه، في ورطه بالواقع يعني ما بدنا نكبرها وعم تتكبر بلاحظ من كلام الاستاذ اللي حكيكي قبل شوي، ما بدنا نكبرها بالنسبه للقضاء لانه بكفي المشاكل اللي وقع فيها القضاء، ونخرج بحل يكون حل مقبول من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الواقعيه، ما بيجوز انه نستمر بهالاشكالات. نعم بس شو خطوره عدم الالتزام بالقوانين؟ هيدي مسألة إنه قضاء يحكم بالعدل لا يلتزم بالقوانين يخرق العدالة، جاوبني وإن شاء الله بيكون عندنا حلقة نحن وياك. إن شاء الله، يعني هو بالمبلغ أنا بقول خرق القوانين مش وارد، وإذا كان خلصت قوانين بداية بتروحي على الاستئناف، وإذا كان خسرت الاستئناف بتروحي على التمييز، وحتى بتروحي على الهيئة العامة اللي هي مجموع رؤساء المحاكم التمييزية، يعني 9 قضاة ممكن انه يحلوا هيك مشكل اذا كان اجى اجت المخالفة، وممكن تخاصم القاضي، في عنا في شيء اسمه مخاصمة القضاء. لذلك ما في شيء الحقيقة نحن عنا بنفتخر بقوانين اصول المحاكمات ان كان جزائية او مدنية، والمراجعات القضائية كلها مقبولة، ما في مجال انه واحد يتهرب منها. نعم. لذلك هيدي القصة، لذلك انا بوجه هالشيء للزميل الكريم الرئيس عبود انه باقرب وقت ممكن، هلا اليوم يدعي الفريقين انه ليش صار انت معك هيك وانت ليش صار معك هيك، حتى نخرج بحل مقبول قانونا وواقعيا. نعم. ما فينا نهرب من هالشيء. طيب واذا ما دعي ان شاء الله نحن بدنا نتابع هالموضوع لانه بتهمنا العداله، انه لما بتصير العداله لا عداله هيدي في خطوره مش بس على القضاء، على لبنان كله. فمشان هيك رح يكون عندنا حلقه بهالاطار رح نتابع هالموضوع، ورح نطلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى ياخذ هالموضوع على عاتقه لانه لا يجوز. رح نكتفي بهالقدر اليوم. القاضي المتقاعد غسان ربح بدك تحكي كلمه لإلك؟ لا بدي بس اعلق على شكرا لك حضره القاضي. نعم عبارة تفضل فيها الرئيس دكتورنا بالجامعة رئيس غسان رباح، نحن بورطة فعلا ولكن بهالموضوع بهذا الموضوع. طب معليش ليش نحن بورطة؟ كيف بيقبل القاضي حلو معلي مع تحياتنا لإله ويعذرنا إنه يتبوأ المنصب وهو إنه هو منه الأعلى درجة بوقت رفض مثل ما قلت بساء الحلقة تكليف القاضي وائل صادق لأنه صح. كان مخالف للأصول القانونية. هذا سؤال طرحته يعني تفضلوا يجاوبوا عليه، ولكن مين منتظر يجاوب عليه؟ رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل اللي رد عليه بده يكون بالأفعال بطريقة واحدة. الخروج من الورطة ما في إلا غير حل واحد وهو تصحيح الأعوجاج. تصحيح الأعوجاج قاضي التحية الأول اسمه فؤاد مراد بالقانون ومش مني من احد، هذا هو قاضي التحقيق الاول. نعم. والتصحيح الاعوجاج ابعد من ذلك محاسبه المخالفين. يلا مين بدنا نحاسب نحن؟ رئيس اول الاستئناف يعني يتحاسب الرئيس حبيب الله، يتحاسب بلال حلاوي على قبوله بمنصب وإلكم حق الرد. طبعا احنا بدنا نتوجههم لهم حق. بالعكس انا بتمنى نقدر نوصل لمواجهه مباشره معهم، نقدر نتناقش نحكي نفتح الموضوع نحكي نسمع وجهة نظرهم. رح أي مواد بدي استندوا على المادة 20 فصل لك بيناتهم. طيب شو الفرق بين المادة 20 والمادة 36 اللي هي تنظيم بسيطة عدلي؟ المادة 20 تعتمد عبارة مصطلح التعذر، والمادة 36 تعتمد الشغور. نعم. التعذر بيكون مؤقت، التعذر إذا في حال المرض من كلفه بجلسة جلستين بقضية قضيتين تعذر، ولكن مش بشكل دائم. أما الشغور الدائم لحالة التقاعد الوفاة، هذا هو الشغور بكل بساطة، وعند وضوح النص لا يصح الاجتهاد. ما بيسوى بقى على القضاء انه يجتهد لمخالفة القانون، لانه في متقاضين بدهم يوثقوا انه في قضاء عم ببتلهم
بقضاياهم، والا رح يروحوا لاستيفاء الحق بالذات لما ما بقى يامنوا بقضاء موجود بهذا البلد. طيب ليش غير منظمات، غير جمعيات تعنى بالحقوق وبتدافع عن يعني القوانين لم تتحرك، بس انتم المنظمه عندكم ريفورم؟ نحن ما بنبحبش اكثر من غيرنا، نحن عم نتابع، عم نراقب. عم تبحبشوا؟ عم نبحبش طبعا كل شيء فيه، عم نرصد، حتى نستعمل عبارة أفضل، عم نرصد، عم نحاول قد ما فيها نرصد بما تيسر لنا من إمكانية الوصول للمعلومات. على كل حال نحن رح نواكبكم ونتابع هالموضوع، مثل ما قلنا أنه لا يجوز بمرفق عدالة يصير شو؟ لا عدالة وخرق للأصول القانونية. طيب اليوم يعني هل الكرة في ملعب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى فقط، أم في جهات أكثر لازم تتدخل؟ أنا برأيي رئيس مجلس الوزراء مثل ما تفضل الرئيس رباح وقال، حتى في فيها تكون أبسط من هيك بكتير، وهي الرئيس الأول الاستئناف يحس على الغلط اللي عمله ويتراجع عنه. ونقطة على السطر، نقطة على السطر. رح نتابع نحن وياكم بعد الفاصل لنحكي عن صناديق التعاضد بلبنان اليوم كيف وضعها، عم تقدر تستوعب عديد من الناس عم يتوجهوا لها لأن أسعارها يعني بعدها مقبولة مقارنة مع أسعار شركات التأمين، ومقارنة كمان أنه عند الشركات الضامنة حدث ولا حرج صرنا عم يدفعوا العكس، يعني بدل ما يدفعوا 80% صاروا عم يدفعوا 20 أو 10%، يعني وهيدا شيء لا يجوز لأنه الناس بلا تأمين كانت متكلة اليوم على المرفق الاجتماعي بالدولة، الضمان، التعاونية، وزارة الصحة. على كل حال تابعونا بعد هالفاصل لنحكي عن صناديق التعاضد مع رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان ضو، رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صقر، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون. فاصل ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، متابعين نحن وياكم نقطة على السطر عبر صوت لبنان، بدنا نحكي عن مرفق حيوي هو صناديق التعاضد. اليوم الناس عم تهرب صوب صناديق التعاضد لأنه الأرخص، لأنه في تعاضد، لأنه في روابط، لأنه شركات التأمين ما تواخذونا، أسعاركم مرتفعة، الناس مش قادرة تدفع، ومؤسسات الضامنة من الضمان للتعاونية مش عم بتكفي حاجة الفاتورة الاستشفائية. فخلينا نستفقد هالصناديق اليوم ونستقبل كمان اتصالاتكم اللي عنده أي سؤال بهالخصوص. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان ضو، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. تسلمي، ميرسي إليك وللإذاعة الكريمة. رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صقر. ليه ما عجبك التعريف؟ لا الاجتماعي الصحي. الاجتماعي الصحي الأب جورج صقر، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. عبر صوت لبنان. سيد غسان، شو وضع صناديق التعاضد اليوم؟ يعني أنا بدي أشكرك لهالفرصة اللي من وقت لوقت تتاح لنا عبر اهتمامك بأمور الناس. الاستشفى وصحة المجتمع أكيد بالأولويات. نعم. بكل أسف القصة قصة تمويل وقصة وضع مالي منهار. نعم. اليوم وزارة الصحة يلي هي الإدارة الصحية للمواطنين وقفت الدعم بسبب نقص موازنتها. نعم. الضمان الاجتماعي وقف تسديد الفواتير بالكامل لأنه اشتراكاته بالليرة وبده يسدد الفواتير بالدولار. وكذلك الأمر سائر الهيئات الضامنة، يعني اللواء الطبي وتعاونية الموظفين، كتر خير الله قدرت صناديق التعاضد بعلاقتها المباشرة والحميمة، بدنا نسكر هالتليفون، نعم، بعلاقتها المباشرة والحميمة إنها تتفق وتأمن الانتقال من تحصيل اشتراكاتها بالليرة اللبنانية أو باللولار إلى حين أنه تعمل هالخطوة واعتماد الفريش دولار بقبض بالاشتراكات. ويمكن المستشفيات والمختبرات الوجهة الوحيدة
يلي ما عليها أي ديون أو مستحقات لصالح مقدمي الخدمات هي صناديق التعاضد. ونحن ليش ما عليكم؟ لأنه عم بتسددوا كل من كل بد. هلأ بقول لك يمكن أستاذ سليمان هارون بيطلع وبقول قديش في ديون للمستشفيات على الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة. نحن فواتير المستشفيات والمختبرات تسدد أسرع ما يمكن، وبقدر أقول بالصوت العالي لا مستحقات. بس انتوا عم تاخدوا كمان، يعني عم تستوفوا إيه؟ يعني اليوم اشتراكات بالفريش دولار. بالفريش دولار صحيح، وخفضنا أسعارنا لحتى نكون بهالظروف الصعبة حد المضمونين تبعولنا. بس أنا عندي غير معلومات أنه في بعض صناديق تعاضد رفعت أسعارها. تسلمي لي. أنا خلينا نوضح، نحن اليوم بدنا نوضح. ما عم قلك شو، نحن أسعارنا مش هيك هوائية. في دراسات مالية حول معدلات الأعمار وكلفة الاستشفاء لنقول هالاشتراك. ونحن ما بناخد اشتراكات حتى نحقق أرباح ويبقى فائض، نحن منشوف قديش كلفة الاستشفاء ومجموع الفواتير منحصل الاشتراكات لنسددها. نحن مؤسسات اجتماعية، مش غايتنا الربح. نحن هيك بدنا الناس نقوم عم بدورنا بهالظروف الصعبة. عم تروح لعندكم. أهلا وسهلا. صحيح. ايه بس نحن عم نحكي انتوا قادرين تستوعبوا هالعدد أبجور صقر؟ يعني منعرف انه الناس لان في روابط ولانه لا تستوفوا الربح ولانه عندكم دراسات مثل ما قال استاذ غسان ضو، دراسات يعني ما لنا وما علينا، وعلى اساسه بتحددوا نسبه الاشتراك اليوم. هل قادرين كصناديق تعاضد وعم نشمل كل انه تستوعبوا هالاعداد من المنتسبين لكم؟ وهل بعد في يعني الشيء اللي يبنى عليه صندوق التعاضد وهو الروابط ام لا فتحتوها لانه الناس بحاجه لكم؟ أول شيء بدي أشكر استقبالك لنا وهالمقابلة الحلوة وهالفرصة اللي أعطيتينا إياها أنت وصوت لبنان لحتى نطل مجددا على مجتمعنا ونوضح القضايا اللي بتحبي أنك تتوضح ولازم تتوضح. جوابا على السؤال اللي طرحتيه حضرتك، الصناديق التعاضد مثل ما بيقولوا إذا ما في صناديق تعاضد بمجتمع عم يمرق بالظروف يلي نحن عم نمرق فيها اختبرناها لازم ينخلق صناديق تعاضد. صحيح. وإجمالا صناديق التعاضد عبر التاريخ وبكل البلدان خلقت بظروف مشابهة للظروف يلي نحن عايشينها. بس أنتوا كنتوا موجودين بكل الظروف. كنا موجودين واستمرينا ورح نستمر بقوة الله وبحسن الإدارة، إدارة صناديقنا يلي هي حقيقة إدارة شفافة وإدارة متجردة بتوقف حد كل مواطن وحد كل منتسب. لما بنكون نحن عم نحكي عن صناديق تعاضد لا شك إنه في صناديق تعاضد شفافة، بس فينا نكون عم نحكي بهالشفافية عن كل صناديق تعاضد موجودين بلدنا؟ هلأ مثل ما في بصناديق التعاضد في بالمجتمع ككل. صحيح. وبكل المؤسسات وبكل حتى بالدول، يعني بقى ما فينا نعمم لا شفافية فينا نعممها على كل صناديق التعاضد، ولا عدم الشفافية فينا نقول كل صناديق التعاضد بيبغوا بيشتغلوا تجارة أو منهم شفافين. لا، في هيك وفي هيك. نحن عم نحكي عن اللي بخصنا وعلى أكترية الصناديق يلي عم تشتغل حقيقة بكل صدق وبكل إخلاص وبكل شفافية مثل ما عم نقوله وتعاضد. المبدأ التعاضد هو بالأساس بيرتكز على توازن بين الأعمار مثل ما تفضل الأستاذ غسان وقال. نعم. توازن مالي، توازن على صعيد الوضع الصحي. بقى من هون نحن منا قادرين ومن مش مطلوب منا انه نستوعب كل الناس او ان ناخذ كل الناس او نغطي كل الناس يلي ما عنده تغطيه او يلي فقد تغطيته، ان كان بالضمان وان كان بتعاونيه موظفي الدوله وان كان بالصحه بوزاره الصحه وان كان بغير شركات. هلا نحن لا نبغي الربح، صناديق التعاضد لا تبغي الربح، وهيدي اهميتها.
لانه ما عم ما لا تبغي الربح، عم توقف حد كل منتسب لها الصندوق. نعم. والاكثر الاحسن من هيك كمان انه العدد هو كل ما كبر العدد بصندوق التعاضد كل ما خف نسبه الاشتراك كل ماليا، كل مبدئيا كل ما او خف نسبه الاشتراك او زادت التقديمات او زادت الخدمات. نعم استاذ غسان، اليوم هل تطبق صناديق التعاضد القوانين النافذه اللي بترعى هالقطاع؟ نحن بنكون عم نحكي عن كل الصناديق، خلينا هل بتطبق القوانين النافذه؟ خلينا نكون صريحين ونحكي الامور مثل ما هي، لانه عندكم ملف اليوم عند النائب العام المالي اللي اعطى بعض صناديق التعاضد اللي ما كان مش مستوفي الشروط والتي تخالف القوانين مهله سنه لتظبط وضعها، بعد الملف شو ضايع، خلصت السنه وين الملف؟ لا خبرك، نحن قابلنا النائب العام المالي وقال يعني لما استفسرنا على تدخله، وبالحقيقة مثل ما كنت عم تحكي، هل كل صناديق التعاضد بدورة بشفافيتها بمسؤولياتها عم بتكون؟ نحن مش بموقع نأكد لك ونعلي الصوت وانه كلنا قديسين، او يعني هيدا المجتمع اللبناني في حوالي 100 صندوق تعاضد مسجل، في حوالي 62 صندوق عم بيشتغلوا، في ناس ما عم بيشتغلوا، في ناس أخذوا رخصة وما عم بيطبقوها، وفي ناس مثل ما قالنا النائب العام المالي إنه رخصة وهمية لصندوق تعاضد تعاونت مع شركة تأمين، حتى شركة التأمين بموجب قوانين التعاضد بلبنان تعفى من رسم الطابع ومن الأرباح ومن التصنيع. في شركة تأمين هي عاملة صناديق تعاضد، ما هيدا اللي عم نقوله، إنه نحن النية الصافية للمشترع يلي قال طالما بلبنان ما في نظام رعاية صحية يجمع ويحمي كرامة كل اللبنانيين يلي عم نطالب فيه، إجا قال يا عمي بالقليلة خلينا نعمل صناديق تعاضد، جماعات من الناس يلي مثل ما قلت القانون بيفرض يكون في رابط مهني أو رابط مناطقي أو رابط اجتماعي، نحن عم نركز على الرابط الاجتماعي، يعني نحن وقت نقول هالرب العيلة يلي ما بيقدر معاشه يكفيه لآخر الشهر حتى يعيش ويأكل مع عائلته، إذا اضطر يفوت مستشفى بهيك ظروف الضمان الاجتماعي عم يغطي 10 و15% من مجموع الفاتورة وكذلك سائر الضامنين، إذا إجا صندوق تعاضد يقول له يا عمي لوحدك يا رب العيلة ما فيك تدفع 2000 و3000 دولار فاتورة المستشفى، إذا فات بصندوق تعاضد بيدفع اشتراك معفى من الرسم ومن الضريبة ومن الطوابع بيحميه هو وعائلته، بحس إنه بحال اضطر يفوت مستشفى هو أو أحد أفراد عائلته في صندوق تعاضد، لأنه في آلاف المنتسبين وعبلم آلاف الاشتراكات. بس قادرين، هذا سؤال سألته، أنتوا قادرين تستوعبوا وهل مبدأ الرابط اللي حكينا عنه هو موجود أم فتحتوا بوابكم لأن الناس بحاجة يعني أنها تتأمن وتتطبب؟ عم تسألي وتجاوبي مدام نوزيت الشيء مزبوط، عم تيجي الناس بتقول نحنا ما بقى عنا مين ضمننا ونحنا ما عنا قدرة انه ندفع فاتورة المستشفى، في الرابط الاجتماعي والعوز والفقر. نعم، يعني نحن خدام للقانون وأكثر الناس احتراما للقانون ومنضيق قد ما فينا هالدائرة لحتى يكون كل تصرفاتنا صحيح، بس هو مبني على قانون، نحن بس أنا هيدا هو القانون، هيدا هو القانون، القانون إنه يا رابط مهني أو رابط جغرافي أو رابط اجتماعي. طيب كنت سألتك سؤال إنه نائب العام المالي وين الملف؟ ما رحنا لعنده وقال إنه في أحد صناديق التعاضد يلي عنده رخصة وهمية عم بيتعاون مع شركة تأمين كذا، وعم بقول شغلة بقناعته الشخصية انه يا عمي صناديق التعاضد الصحية ليش لا موجودة بوزارة الزراعة؟ هلا صرنا بدنا ننقل من وزارة الزراعة لوزارة الاقتصاد، هذا هو السبب الرئيسي لموقفه للنائب العام المالي. طيب شو ليش؟ يعني هل في ضغط؟ يعني ما هي كل عمره هلا بهالظروف، ليه بدهم ينقلوها هيدا يعني؟ اللي عم نتابع الموضوع معه. ما طيب انتوا وين احسن لكم؟ نحن مش نحسننا، نحن المرسوم 35 على 77 يلي وقت اللي كان فيه وزارة الاسكان والتعاونيات، كون التعاضد هو نوع من التعاون، كان محطوط بمديرية التعاونيات،
اجى مع الايام لغي وزاره الاسكان والتعاونيات واخذوا مديريه التعاونيات اخذوها بمديريه التعاونيات يعني على راس هدول ابو زيد بنوجه لها تحيه. نعم من كل بد بنوجه لها تحيه ونحن عم نتعاون معها وهي عم تدعم انه يا عمي هالصناديق اذا في من صندوق من صندوقين بمجموعه الصناديق العامله بهالمجال عم تعمل ارتكابات او خارج القانون نحن بخبرتنا نحن عم نحكيك عن تجربه عمرها فوق 32 سنة وخدماتنا للناس وانتسابات الناس عنا ناس نحن منتسبين من 32 سنة. بس ليش هلأ فيقوا انه ينقلوا صناديق التعاضد من وزارة الزراعة الى وزارة الاقتصاد هل يوقفوا هالمخالفات بحق صناديق ويميعوا هالملف لانه في مخالفات عند النائب العام المالي لبعض صناديق التعاضد وقتها مش هيك؟ طب هل تمييع هالمخالفات يضيعوا الشنكاش في مخص هالمخالفات ويقولوا بدنا ننقلها لوزارة الاقتصاد يعني في بالأمر نحن متابعينا ونحن حاطين حالنا كخبرة بهالاتحاد بصناديق التعاضد مع المديرية ومع النائب العام المالي لمتابعة تنقية هذا القطاع واستمراره بخدماته بهالظروف الصعبة. الأب جورج صقر شو تعليقك؟ قلت لي صح يعني في بالأمر إنا يعني بهالظروف الصعبة وبدنا نقعد ننقل بدل ما نحاكم أو نحاسب اللي يعني ما مشوا وخالفوا القوانين وصناديق تعاضد وهمية وضحكوا على الناس ولا ما نحكي نعطي بعض الأمثلة. طيب اليوم يعني توقيتها في له مبرر؟ ما له ولا أي مبرر. أول شغلة هذا جواب مباشر على سؤالك. الشغلة تاني نحن بهذا الظرف الاستثنائي يعني مرئين فيه بهالبلد وبمجتمعنا بالإنجيل بيقول الحرف يقتل أما الروح فيحيي. نحن اليوم عم تحكيني عن الرابط، اليوم في أهم من الرابط الاجتماعي يلي هو بيشمل كل بني آدمين. أنا عم بفوت بصلب القوانين اللي هي من أساسها بينشأ صندوق الطعام. صحيح نعم. صحيح هو على أساس رابط اجتماعي. نعم. في عندك روابط مثل ما تفضل أستاذ غسان وقال إنه روابط مهنية هيدا كمان شيء صار محصور. طيب خليني بالمباشر ما عم تحكيني بالمباشر هل نقل يعني مراقبة صناديق التعاضد إلى وزارة الاقتصاد لأن بعض صناديق أصبح يشبه شركات التأمين؟ أنا شعوري ومعلومات الصغيرة المتواضعة أنه بضغوط من جهات معينة سياسية ما بتصور سياسية يمكن مهنية أو تجارية وما بعرف شو بطلب وبدي سميه طلب مش ضغوط كمان انه انفتح ملف الصناديق التعاضد بهالشكل هيدا. هلا فاتوا بشغله وعم يجربوا كيف مش عارفين كيف بده يطلعوا منها. نعم ان كان هجهه وكان هجهه وان كان هجهه وكل واحد عم يزتها باردون خلينا نقولها بصراحه كل واحد عم يزتها على الثاني. اليوم صناديق التعاضد مثل ما نقال ودائما عم نقولها والأستاذ غسان هلا ذكرها انه في صناديق تعاضد ما عم بتقوم بواجب التعاضد ما عم بتطبق مبدا التعاضد من كل النواحي ولا عم تتأيد بالقوانين اللي عم بتفتش عليها حضرتك وعم بيطالب فيها مجموعه كبيره. هيدا مطلبنا نحن كصناديق تعاضد انه كل صندوق تعاضد مخالف وما عم بيطبق القانون وعم بيخالف ما في ملف عند المدعي العام المالي. طيب هذا الملف عند المدعي العام المالي صار عطى سنة خلصت المهلة. طيب خلصت المهلة هلا صاروا بدهم ينقلوا طيب من محل لمحل. جمدوا عمل صناديق التعاضد ورجعوا مددوا لهم على سنة. جمدوهم على أي أساس تجمد وشو الأسباب يلي تجمد لها وهلا على أساس شو كمان رجعوا مددوا لهم وهلا صناديق التعاضد بحيرة بيكملوا أو ما بيكملوا. لازم نتصل يعني على الهواء إذا رد علينا مدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم يعني بهمنا يوضح قبل ما ننتقل وإن شاء الله يرد علينا بموضوع صناديق التعاضد تحديدا. خلينا نرحب بضيفنا نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس تيمان هاروني. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك وسلام لك ولضيوفك. لا يا ماشي حالكم مع بعض من زمان يعني مع أستاذ داو بيرسار يعني بالنسبة عم بيسددوا يعني متوجبات عليهم كل ليرة للمستشفيات كل دولار بالنسبة للصناديق
ضيوفك الكرام يعني أكيد مثال يحتذى بصناديق التعاطف، بس للأسف في كثير صناديق فرخت وما ما قامت بالواجب مثل ما لازم، وفي مما أدى إنه عدد كبير من المستشفيات ما بتستقبلهم مرضاهم، يعني صفى المؤمن عندهم هو عم يدفع الثمن، خاصة الصغار. يعني صناديق التعاقد يفرض إنه يكون في عدد معين من المؤمنين، لا حتى مش إذا سخن واحد وكانت تلفته باهظة 10,000 أو 20,000 دولار ينكسر الصندوق. في كتير صناديق صغيرة هيدي ما لازم تبقى، يعني لازم يا أما تطلع أو تندمج كلها سوا مع بعضها لحتى يصير في عنا شيء. إيه بس في ملف صناديق التعاقد مميع، يعني اليوم ما في عدد صناديق دعاء المخالفين والبعض من يلي عم يعني جبت سيرتهم، في ملف مميع بعد ما أخذ أي إجراء بحقهم. على كل حال اليوم يؤخذ على المستشفيات أنه عم بتحاسب على مثل 2019، يعني مثلا كانت الفاتورة إذا بدنا نقول 10 دولار ندفع 15,000 ليرة. المهم هلا صرتوا مثلا أنه تغير سعر الصرف، كيف بتحاسبوا على نفس الأسعار اللي كانوا عم بتحاسبوا فيها بال2019؟ شو ردك على هالكلام؟ هلا بالنسبة لشركات التأمين وصناديق التعاقد، التعريفات المتفق عليها بين المستشفيات وبينهم حاليا تتراوح بين 50% و65% من التعريفات اللي كانت سنة 2019. نعم. ونحن عم نطالب بزيادتها، وفي مباحثات نحن وياهم انه ما فينا نكفي بهالتعريفات. رح اقطعك بالاذن وخليك معنا حضرة النقيب مدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح النور. في عندك ملف لصناديق التعاقد، وين صار؟ أول شيء بصبحك وبصبح ضيفي. أهلا وسهلا فيك، بس نحن لأن حضرتك ما طلعنيك من المحاضرة. وحبيبتي القلب، أنت بتأمري مدام نوال. تسلم، خلينا إياك. أنا هذا الملف المتعلق بصناديق التعاقد هو ما زال مفتوحا، لأنه أنا جمدت تراخيص هذه الصناديق، رجعت عطيت إذن لمن تقدم بطلبات رفع التجميد أو توقيف الترخيص لفترة زمنية مدتها سنة. نعم. وقلت لهم خلال هالسنة بتروحوا تصحوا وضعكم القانوني، لأنه هذه الصناديق هي صناديق تابعة لوزارة الزراعة وهي معتمدة على قانون الجمعيات والتعاونيات السكنية. نعم. عم بيقولوا التعاونيات الزراعية. نعم. التعاونيات الزراعية. وهذا الأمر بيجعل من التعاونية من الشركات اللي حضرتها اللي اخذت ترخيص الزراعة ملتفة على القانون لكي تقوم بأعمال ضمان وتأمين تابع لوزارة الاقتصاد وليس لوزارة الزراعة. عداك أنا عم بقوله للجمعيات وللأشخاص يعملوا معروف، يروحوا يصححوا وضعهم خلال السنة التي أعطيتهم إياها. نعم، بس هي خلصت السنة، مهلة السنة ما هي؟ لا، بشباط. نعم. بأدار إن شاء الله بيكون خلصت السنة إن شاء الله. بتمنى عليهم للجمعيات تكون صححت وضعها القانوني. أنا ما بدي أقطع رزق حدا، أنا بدي امنع انه يتاجروا بالناس، مش نقطع، بدنا يمنعوا يتاجروا بصحه الناس. انا بدي يكون وضعه القانوني ووضع سليم. نعم. في سؤال من استاذ غسان ضو كمان من الابجور صار، تفضل. حضره النائب العام، يسعد صباحك. صباح النور. نحن سبا انت عم تحكي معه، بس سبا وتشرفنا بمقابله حضرتك، وهلا كمان رح نعمل مسعه تاني حتى نقدر نرجع نزورك ونتابع متابعة الموضوع، لأنه اتصلنا بالمديرية العامة للتعاونيات واتصلنا بالوزير المعني وزير الزراعة، وقال يا عمي أنه أنتوا تابعين للمرسوم 35-77 وما فيكن تروحوا لعند أي مرجعية رسمية تانية، ونحن هالملف رح نستكمله ونحطه بين إيدين حضرتك ليصار إلى التنسيق بين المسؤولين لحتى هالسنة دي تكون
مطمئنة إلى خدمة منتسبيها والقيام بدورة. شو ردك على هالكلام؟ أنا أول شيء أهلا وسهلا فيه، بدي يزورني بمكتبي، أنا ولا مرة سكرت باب مكتبي قدام حدا. اثنين، أنا أي اقتراح أي مقترح يتطابق مع النص القانوني أنا ملتزم به، وأنا كل شيء بيسهل الأمور أنا بخدمة الجميع. إسلام. فإذا المهلة لشباط، وإلا شو بيصير فيهم؟ وإلا لكل حادث حديث، كل جمعية على حدا بتنسى وضع القانوني، وهني مع العلم كلهم متشابهين مع بعضهم، بدهم صح وضع القانوني. نعم. على كل حال نحن بدنا نشكرك مدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. المهندس سليمان هارون نائب أصحاب المستشفيات كان عم تحكي معنا بموضوع التسعيرة، كيف عم بتكون على كأنه بسنة 2019 مع أنه نحن بال 2023 ودولارنا ب 90,000. إيه، كنت أقول أنه نحن أغلبية المستشفيات لأغلبية الساحة اتفاقاتها مع شركات التأمين ومع صناديق التعادل التعرفة تتراوح بين 50 و65% مما كانت عليه سنة 2019، منا مثل سنتين 2019 أبدا. نحن هلا عم نتفاوض نحن وياهم لحتى نحسن هالتعرفة، لأنه ما بقى فينا نستمر فيها، لأنه كل شيء عم نعمله وعم نشتغله وعم نشتريه وعم يلحق أسعار 2019. يعني عم تفتحوا ملف تاخدوا 20 دولار، طيب هيدا بالقى معقول؟ إذا كل ملف في بعض المستشفيات بدي افتح ملف مريض تاخد 20 دولار؟ بعض المستشفيات ما بعرف شو هن يعني، بس قال المريض له حق ينقي المستشفى يلي بتناسبه ويروح عليها، يعني أنه ما في يناقش بهالموضوع هذا. بس نحن حضرتك نقيب أصحاب المستشفيات، عم نوضع مشاكلنا عندك. إيه، ما في إمنع تاخد 20 دولار، يعني إذا قررت أنه تاخد 20 دولار يروحوا على مستشفى ما بتاخد 20 دولار. نعم. يعني هذه دائما مدام نوال دائما بيجيني شكاوى انه فتنا على المستشفى الفلاني غالي ومش غالي، طيب يا حبيبي اذا عارف قبل بوقت انه هالمستشفى اغلى من غيره، انت حر ما تفوت عليه، تفوت على مستشفى تكون الكلفه اقل، وانا باكد انه جوده الخدمات منا مرتبطه بالتكلفه، مش بالضروره اذا كانت التكلفه عاليه بمستشفى معين تكون الخدمة أحسن من مستشفى أقل كلفة. نعم. كمان المواطن بده يكون واعي، يعني مش بس إنه يشتكي. سؤال من اليوم الأب جورج سأر، تفضل. نقيب الله معك ويعطيك العافية، نحن منقدر اللي عم تعملوه ومنعرف تماما إنه نحن حدكن ونحن معكن، والظروف اللي مرقين فيها كلنا سوا، مش وحدكن، كلنا سوا مرقين فيها ظروف صعبة، ولكن اليوم العالم صار بال 2024 لأنه خلص 23 والشغل الثاني وانتو بعدكن على 19. ما هيدا سألني السؤال، عارف انتو بعدكن على، بتمنى عليكم انه خلص تحطوا نقطة على السطر على 19 وتنسوا لنا 19، لانه تعرف 19 ان كانت 60 او 65 او 100% من تعرفة هاليوم، انت عم تقبض فريش وانا عم بدفع لك فريش، بقى خلصنا، خلينا نحط نقطة على السطر ونبلش من جديد بال 24. وصلت الفكرة نقيب، وضحتها ما هيك بسيئة الحلقة؟ قال لك لا، قلت لا ما عم ناخد، يطلب يعني عم يطلب طلب، شو نحن بلد عم نستورد كل شيء من الخارج. صحيح. والخارج بالخارج ما توقفت الاسعار سنة 2019، يعني بالاربع سنين الماضيين اجى غلى على المواد والمستلزمات الطبية ما لا يقل عن 20%، عدا عن التكاليف الاضافية، الكهرباء قديش صارت، الفيول قديش صارت، كله عم بيغلى. كيف بدي انسى 2019؟ طيب لا اخد 2019 بالعفو، انا عم اقطعك، لا اخدين ان كان انتو وان كان الشركات ال 2019 كاندكس، ما في اندكس جديد اليوم، في مؤشر جديد اليوم للاسعار، هو كله بالدولار صار. ابونا انت عم تاخد هلا البوليصه 50% مما كانت عليه سنه 2019؟ اي نعم. شركات التامين عم ياخذوا 50% مما كانت، صناديق التعاضد عم بيقولوا لك نعم. نعيم ما رح فوت بالاشياء التقنيه، مش وقت هلا. معروف انه بوالص التامين غليت كثير وصارت تقريبا بتراوح بين 75 و80% اقل تعديل مما كانت على سنه 2019،
وبتطلبوا من المستشفيات انه تبقى 50% من 2019. معلش خلينا نكون عادلين ومبسوطين، واللي بده يتطبق على المستشفيات يتطبق على كل العالم. وعلى كل حال رجع لي الاسعار مثل ما كانت سنه 2019 وانا بقبل بتعريفات اللي بدك اياها، بس انه يجي كل الغلاء مين بده يتحمله؟ انتم ما عم تتحملوا، عم بتزيدوا الاشتراكات، واضح انه عم بتزيدوا الاشتراكات. نقيب بدك تسمحوا لنا فيها يعني. بس اني عم انت عم تحكي مع صناديق تعاضد مش شركه تامين. نقيب زادوا لا 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 نقيب 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 نحن بس بدنا نسمع صوتك ونقول انه من اكثر من 30 سنه بحاله تعاون سوا، ونحن بهالظروف الصعبه كونكم انتم اساسيين بخدمه المواطن وصحته، ونحن عم نقوم بهالدور الوسيط بين قيمه الاشتراكات المحصله لتسديد افواتير المستشفيات. نحن بس بدنا نسلم عليك ونقول لك نيتنا باستمرار التعاون بهالظروف الصعبه لنقدر نخدم الناس اكثر، وانت تشكل مرجعية منشان نتعاون سوا. لا مش رح نعمل هلأ دراسات تقنية يعني على الهواء، وصلت الفكرة وصلت الفكرة، بدنا نتلاقى سوا ونرجع نأكد على تعاوننا لخدمة الناس. مرسي نقيب سليمان. عندك كلمة ضيفة حضرة النقيب؟ لا عادي يعطيك العافية. شكرا، نحن بنشكرك، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعة صوت لبنان. اليوم خلينا نحكي، من المعقول انه تتخلى صناديق تعاضد عن اعضاء المنتسبين لغايات شخصيه وكيديه؟ بدنا نحكي عن صناديق، عن صندوق تعاضد الفنانين. اليوم في احد الاشخاص وهو الشاعر سدد كل اشتراكاته، ما اعطوا بطاقه لاشياء كيديه لانه ما مشي مثل ما بدهم. هل يجوز هالشيء؟ بس سؤال على الهامش وجواب سريع. اكيد اكيد لا يجوز، ونحن كيف بتتدخلوا معهم؟ نحن على علاقه مع صندوق التعاضد الفنانين، والإشكالات اللي صارت بين أعضائه وقت اللي بيدخل التباعد والكيدية. هو موجود بالمستشفى وما عطوا البطاقة، هو مسدد اشتراكاته وقعدوا يعني عم بيشوف كيف بده يتطبب، كيف بده يعمل عملية تتخلى عنه صندوق التعاضد لأسباب كيدية. أي صندوق؟ في صندوقين للفنانين، فنانين مش في صندوقين للفنانين. في حالة عداء وخلفة وفرقة بين هالصندوقين يلي نشأ صندوق تاني، وهن اتنيناتهم هالخلافات بيناتهم، وراح صار في دعاوى. يعني قلبنا حزين. ايه بس شو ليش كيف بتحمل الاشخاص المنتسبين منتسب للصندوق ويدفع اشتراكه؟ الصندوق ملزم بقيام بمسؤولياته، والا على القضاء يعني بيروح على القضاء. كمان نتدخل هلا باخذ منك تحت الهواء الاسم وابعمل. نعم هلا بنعطيك اسمه لامين، ما بيحب يقول بيت اسمه على الهواء، مستقبل اتصال اذا موجود. دورنا نتابع من كل مين معنا؟ الو الو مين معي؟ نعم. يعني هيدا السؤال كان المطروح اليوم، هو دور اتحاد صناديق تعاضد بحماية الأعضاء المنتسبين لهالصناديق، لأنه لا يجوز ترك الناس لأسباب سياسية كيدية، أو بتمشي معنا أو نحن بدنا نكبك برا. لا يمكن شوي مبالغ فيها هيدا الشغلة، لا أنا عم بحكي الحقيقة ومعي الملف كامل. عارف مش عم بقول لك إنه في حلقة عن صناديق تعاضد زودوني بملف أنا ما رح أفصح عنه يعني، بس قلت اللي لازم أقوله بهالموضوع. تحت الهواء أنا وياك منتابع، وما منقبل أنه يظلم أحد المنتسبين للصندوق لأسباب كيدية أو لأسباب خلافية. نعم. حق الإنسان المريض بأنه يتغطى، هيدا الباز تبع شغل صناديق التعاضد. نعم. وهيدا دورنا بالظروف الصعبة أنه نكون حاضن لهالحالات المرضية أو الاستشفائية اللي بعزوها. نعم. وهيدا دورنا وهيدا سبب وجودنا. هلا اذا ما سدد استاذ ابونا نعم. اذا ما سدد اليوم المشترك اشتراكاته، دي الوقت اللي بينعطاله لحتى يسدد، والا يفسخ حسب كل صندوق عنده اداره معينه، عنده نعم. نظام داخلي خاص او عنده اداره خاصه. بما يخصنا نحن اذا ما سدد وقطع فترة شهرين صندوق التعاضد الاجتماعي الصحي، إذا مرق فترة شهرين وما دفع استحقاقاته، ما سدد أو ما دفع الأقساط يلي هو طلب أنه يسددها
اذا ما عمل واجباته السيستم بحد ذاته، الكمبيوتر بحد ذاته بيوقف لوحده. مستقبل متيخلي اتصال، مين معنا؟ الو بونجور ست يا طوالي. هلا يا هلا، تفضل. يعطيك الف عافيه. شكرا، تحياتنا كلها لك. بس ما بقى شبعونا حكي. انا مين يا عم شبعك حكي؟ مستشفى الحكومي 12 يوم بلا عمليه بلا شيء، مستشفى حكومي بلا حسميه، طلع علي 2600 دولار. حضرتك يعني منتسب الى احد صناديق التعاضد؟ لا 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 لا، انا ضمان. ضمان اجتماعي، ما في ضمان، ما في تعاضد. ايش عم بيحكوا؟ مين فيه؟ وبدي فوت بالرعاية. بس احنا عندنا لحظة، عندنا صناديق تعاضد، اني منه الدولة. اوكي، بس اني مش الدولة، اني مش الضمان. مشان ما نضيع البوصلة. البوسه ايه اوكي، ما كله بده يتحكم. يعني الله يساعد المريض والمعطل. يعني صندوق يعني صندوق الضمان، المرفق الاجتماعي اللي لازم يكون يطبب الناس وبالحق وبالقانون. تفضل، شو عم بيصير فيه؟ لا مجلس اداره، اعضاء منتهيين، منتهي مدتهم من سنوات، ما في تمويل، وصف امواله بسندات خزينه. طب اليوم شو، طب شو ذنب الناس؟ بيقسموا علي ضمان وبدفع ضمان وبدفع يعني شو ذنب الناس؟ هيدا سؤال، شو ذنب الناس؟ هيدا هو غياب الاجهزه الرسميه، غياب الرعايه الاجتماعيه الاول. لو وزارة الصحة من 400 مليون دولار موازيتها نزلت 50-60، لا اللواء الطبي، لا تعاملت للموظفين. الصحة يعني طبعا، والطبابة والاستشفاء عم بيتوجه يعني هيدا بالدستور، مكفول بالدستور. يا تسلمين، وين الدستور؟ يعني الدستور مش لازم يكون عندك رئيس جمهور. كل المؤسسات تفرط إلا صندوق يعني اليوم الضمان الاجتماعي اللي أكبر فيه شريحة من الناس، انه ما بيقدروا يطببوا، في الناس عم بيموتوا ببيوتهم. يا تسلميلي، هيدا الواقع اللي عم نصرخ فيه نحنا. نحنا بلد بده قوانين وبده دستور وبده رئيس جمهورية وبده وزراء معنيين وبده مدراء وبده انت معك خبر الوزارات ما فيها موظفين؟ اكيد معك خبر، في ناس بياخد يعني. مش انه معي خبر، نحن عم نحكي عنه يوميا. ما هيدي اياها، مشان هيك تساؤلنا انه الضمان الاجتماعي. انا حكيت مع دكتور كركي، قال لي يا خي طالما ارباب العمل والمستفيدين عم يدفعوا لنا اشتراكاتهم بالليرة، ما هني علوا اشتراكاتهم، في منهم عم بيتهربوا. زادوا تغطيتهم، كانت 8% صارت 15%، رح يجرب يعملها 20%، بعد 80%. مثل ما قال لك المواطن اللي اتصل، المواطن عم يتحمل 80% فروقات وزارة. طيب اليوم صناديق التعاضد خاضعة لقوانين خاصة، ودايما بتكون تابعة لذات السلطة الوصاية هي والتعاونيات اللي بتنظمها قوانين خاصة فيها، مختلفة عن القوانين التعاضدية، مش هيك؟ لا كيف؟ يعني قصدي التعاونيات مختلفة عن قوانين الصناديق التعاونية، مش كلها مثل بعضها. كل واحدة عندها نظامها. لا لا، لحظة إذا بتريدي. نعم. المادة القانونية الموجودة بالمرسوم 35/77 اللي بترعى صناديق التعاضد، هيدا القانون المعتمد. صندوق التعاضد بيعمل نظامه الداخلي على ضوء إمكانيات أعضائه. أنا طلعت على منطقة بعلبك وشفت إنه الاشتراكات بس تغطي الأعمال الطبية الخارجية. بس نحن مش نحن عندنا المشكلة إنه بالالتفات على هالقوانين الالتفاف وعدم تطبيقها مثل ما لازم، مش المشكلة مين هي سلطة الوصاية. مشان هيك عم ينحكى إنه تروح على وزارة الاقتصاد بدل، هو المشكلة بعدم تطبيق بعض القوانين. لا لا، خلينا عم نخلق صندوق التعاضد يلي بيخضع للمرسوم 35/77 بيعمل جمعيات عمومية، عنده مجلس إدارة، عنده مستشار قانوني، عنده مدقق حسابات، بيعمل ملف وبوصيه للوزارة وللمديرية. المديرية هي المشرفة. خلينا صحيح، بس أنا اللي بدي أقوله إنه هالصناديق اليوم في عندهم مهلة لشباط، هيدا اللي بدي أقوله أنا، هيدا من بيت القصيد، إنه هني اللي مخالفين. يعني في صناديق بتجنن، وفي صناديق الناس عم مرتاحة معها، والناس وهي مرفق أمين صحي لإلا يعني، لأنه أسعارها مهاودة. فبس انه في صناديق مخالفه يعني، مثل مثلا صندوق تعاضد اوليفييه مخالف، مثل صناديق في شائب عليهم، يعني لازم يحلون بدل ما يميعوا فيهم. هيدا هو بدي اقول، لانه في ناس هن مرتبطين معهم باشتراكات. المديرية تشرف على كل صناديق، واي ملاحظه تصدر عنها. خلينا نوضح شغله، نوضح شغله، لانه نوضع نهائيا لانه انتهى الوقت. مره نهائيه، انه عم يخلطوا بين قوانين ومراسيم يلي طلعت بتنظم التعاونيات الزراعية وغير الزراعية وصناديق التعاضد. نعم.
كل وحدة إلها، كل وحدة إلها مرسومة، كل وحدة إلها نظامة. ولا التعاونيات مول لازم تكون بوزارة الاقتصاد، ولا صناديق التعاضد لازم تكون تحت سلطة وزارة الاقتصاد. لأن وزارة الاقتصاد بآخر قانون، بآخر مرسوم للتنظيم هيئات الضمان قطعوها وقالوا انه صناديق التعاضد لا تمت باي صله لا شركات التامين ولا تخضع لهذا النظام. شكرا لك. عند النظام الخاص. نعم شكرا لك رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحي بلبنان غسان دور، رئيس مجلس اداره صندوق التعاضد الاجتماعي الصحي الاب جورج صار. لكل المشاهدين والمستمعين الى اللقاء الثانيين مع حلقه جديده.